حاجة موجودة على السوشيال ميديا. الأول كده إيه رأيك فيها؟ يعني انا مع انه يعني نستخدم الاشياء بس باعتدال، يعني نعمل كل حاجه في الدنيا بس باعتدال. اللي بيعمل مشاكل ان احنا بنستخدم الاشياء للاخر، يعني الاخر حاجه، اقصى حاجه، اقصى مثلا حاجه، وقد تخلينا كمان ما نستمتعش بالحاجه اللي احنا بنعملها. يعني هتلاقي حضرتك انه في ناس بتصور الحاجه مثلا قبل ما تاكل عشان يعني بتلاقيها، يعني او مثلا راحت حفله مثلا بتصور الحفله ومش عارفه تقعد في الحفله، هي بتصور حتت مقاطع مش عارفه تتكلم، تبص على حاجه. احنا بنقول كده ان احنا بنخلي الاشياء تستخدمنا مش احنا اللي بنستخدم الاشياء. فاحنا حاجه لطيفه انه احنا نشارك اصحابنا ونحط ذكرياتنا. كان زمان الناس بتصور الصور دي عشان يعني نخلد الذكريات، دلوقتي هو يعني بيبقى هو مش يعني مش تخليد للحاجه قد ما هو استعراض اكتر. وكم رهيب. استعراض ولا مشاركه يا دكتور شريف؟ ما هو الاستعراض ده بيبقى احنا قلنا ان هم بياخدوا الحاجه الاخيره، هي دي اللي بتعمل مشاكل. المشاركه هتلاقيها حاجات يعني محددة يعني، وما فيهاش تفاصيل شخصية كتيرة قوي، لأنه في ناس بتدخل على التفاصيل الشخصية زيادة عن اللزوم. طبعا المشاكل بتبقى إيه؟ المشاكل أولا أنها أحيانا تعمل لبعض الناس غيرة، فكرة أنه ده حد عنده وأنا أنا ما عنديش، المقارنات بقى بالظبط، حد قادر يعمل كده وأنا مش قادر، حد فكرة أنه ممكن حضرتك تحطي الحاجة مثلا، تحطي الصورة فحضرتك مثلا معروفة، فتلاقي مثلا تلاقي كم من اللايكس والحاجات كتير، وحد تاني يحط نفس الصورة فلما يقعد يقارن يقول إيه، ما بيشوفش معنى، ما بيشوفش أنه مثلا الشخص ده بيشتغل كذا، لا بيحس أنه هو بيبقى فيه تقليل من القيمة الذاتية بتاعت الشخص، فيحس ان هو لا كده قليل، فيبتدي يمسح ويحط يمسح هو ما بيبقاش فارق معاه بقى اللي بيحطه، هو عايز انا احنا طبيعتنا البشريه بنبقى عايزين نتشاف. يعني انا احب انا هو انا موجود. ففكره انه بيفضل يحط حاجات لحد ما يبقى، وساعات ناس بتبتدي تحط حاجات مستفزه عشان بس ابقى موجود، عشان بس ابقى موجود، فده بيخلي خلل في فكره ما فيش اتساق بين جوه وبره. يعني ده ممكن يسبب لنا احنا نفسنا خلل نفسي يعني. طبعا طبعا، لانه لو انا طول الوقت لسه ما بدأناش نتكلم في المشاكل طبعا اللي ممكن تحصل طبعا، لكن كإنسان نفسه ممكن يحصل له هو طبعا ازمات نفسيه يحصل له. يعني انا كتير من الناس اللي بيجوا لي اللي عندهم اكتئاب، يعني كتير من الاسباب طبعا حاجات كتير، لكن من ضمنها فكره السوشيال ميديا، ان هو يا اما توحد بفكره انه بقى عنده كم رهيب من يعني خلاص بقى هو والجهاز حاجه واحده، فهو من كتر ما خلاص بقى ما فيش يعني عزل نفسه، ما فيش حياه، كل الحياه افتراضيه، بتيجي حته كده يقوم واقع بقى، هو حاسس ان هو مش موجود. بفكره انه ممكن يكون عمل علاقات افتراضيه والعلاقات ما بقتش موجوده، تلاقيه وقع. فكرة انه محسس انه دخل وما بقاش مقبول او ما فيش اقبال عليه، فيبتدي يحس زي ما قلت حضرتك انه القيمة بتاعته الذاتية أقل. وقعت أي. وهكذا يعني.